قلبي فاجر طلع من عينه شرارة لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحارة باخد كلابي معايا لو حتى راكب طيارة الحرب العالمية التالتة هتقوم مني انا بإشارة انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير انا يبكي كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا. هنقرب شوية من الكاميرا عشان مفيش مايك. حياتي لكل حبايب قلبي اللي منورانا، طبعا دلوعه يا جماعه اللي بقالها كتير، طبعا احنا ما نزلناش في فيديو وناس كتير معانا على القنوات على اليوتيوب. يا كابتن نزل الخيل، يا كابتن صور لنا الخيل. ادي طبعا الدلوعه بقالها فتره ما نزلناش، بسم الله ما شاء الله قريب جدا هنفرح بقى الفرحه الكبيره. هي عارفه ان هي بتتصور على فكره. ايه طبعا ما بنحركش الخيل، المشكله بس عندنا هنا في المزرعه الضغط على الشغل والكلاب وطبعا دلوقتي كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحرك الدلوعه شويه كده نشوف خطوتها ايه، نست الرقص ولا لسه. وكمان في مفاجاه هنعملها لكم قريب جدا باذن الله، هنبدا نعلم فرحه وهنصور لكم معاها حلقات متتابعه طبعا ان انتم تتفرجوا عليها في بدايه علامها. والراجل طبعا لما يجي يدربها طبعا ده خاص بالتدريب، هو اللي كان مدرب الدلوعه الحاج محمد طبعا باذن الله. هننزل لكم حلقات تتابعوها وتتفرجوا عليها ونشوف فرحه طبعا هتعمل ايه لسه في بدايه تدريباتها، نشوف رد فعلها ايه لما تشوف ايه فتره التدريب والحاجات دي كلها. يلا بينا دلوقتي كده نمشي الدلوعه ونشوف الدلوعه هتعمل ايه معانا. يلا بينا كده. ايه؟ هات شويه سكر. ايه؟ انا 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 بس
بس شكرا. شكرا. تاني تاني يلا تاني. هنلسعك لو جيت النهاية. خش انت يا كابتن. خش انت يا باشا. خد يا فرحة. تعالي يا فرحة. تعالي هنا. تعالي. يا فرحة. طبعا فرحة ونغمة يا جماعة كانوا مربوطين بره. طبعا كانوا مربوطين بره ورا المزرعه ولسه داخلين دلوقتي وجيت تاني في المولد بتاعك. هات شوية سكر يا باشا.
باذن الله ومشيت ربنا كل يوم هيبقى مع فرصه طبعا، مره نغم ومره دلوعه، واستنونا بقى في الحلقات اللي جايه مع تدريب فرحه، دي حاجات هنتابع بقى معاكم هتبقى جميله جدا باذن الله ومشيت ربنا. خلاص يا ابراهيم ربطت الاثنين، ربطت الاثنين، هات الفرصة البيضة شابت معاك. احلى مساء عليكم يا جماعه، تابعونا باذن الله والحلقات اللي وعدتكم بيها باذن الله ومشيت ربنا هنعملها قريب باذن الله. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متهاجر قلبي فاجر طالعه من عينه شراره، لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحاره، باخد كلابي معايا لو حتى راكب طيار، الحرب العالميه الثالثه هتقوم مني انا باشاره، انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير، انا يعني كلابي عندي احسن من صندوق سخاير.